أهلا بكم من جديد في استوديو رافدين ولنقاش الملف السوري. ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة ريحانية تركيا المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العلاوي. أهلا بك أستاذ أديب. أهلا بكم. بداية يعني أسألكم عن قراءتكم للتحول الروسي بتزامن مع نفي سوريا روسيا ضلوع قواتها في الهجمات الدولية الدموية على الغوطة ودعوتها لعقد جلسة استثنائية في مجلس الأمن يوم غد. نعم، تحياتكم، تحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة روسيا تمارس يعني للأسف الشديد منتهى يعني الإجرام ومنتهى يعني ارهاب الدوله، والهولوكوست الذي يحصل في الغوطه الحقيقه لم ينشا بالقرن العشرين ولا القرن الواحد والعشرين للاسف الشديد، ولا حتى في الحرب العالميه الثانيه. وبالتالي هي يعني اكثر ما تمارسه على الاراضي السوريه هو الكذب والقتل. الكذب بانها تقول بان هناك مناطق خط تصعيد ولا تنفذها، الكذب بانها تقول بانها اجرت اتفاقات، الكذب بانها تقول بانها يعني يكون هناك يعني في مجلس الامن او في يعني اتفاق او شيء من هذا القبيل، وهي يعني تمارس كل انواع يعني القتل والتدمير لاهلنا الموجودين في الغوطه وفي غير الغوطه، لكن الغوطه هو الظاهر اكثر حاليا. وبالتالي انا اقول الذي يعني رفع اكثر من 11 فيتو في مجلس الامن وفي الامم المتحده، لا اعتقد انه سيكون يعني محبا للسلام او قادر ان يصنع يعني اي حل سياسي في سوريا، بل على العكس تماما. روسيا تحاول ان تحسم الموضوع عسكريا وليس سياسيا بعد ان فشلت في سوتشي وفشلت في اكثر من مكان. استاذ اديب، بالمقابل كان هناك دعوه فرنسيه من قبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم لدعوته لهدنه في الغوطه، كيف ترى هذه الدعوه الفرنسيه خاصه انها تتزامن بتهديد سابق للرئيس ماكرون هدد النظام بقصفه في حال استخدامه السلاح الكيميائي ضد المدنيين مره اخرى؟ للاسف الشديد هذا الكلام بذر الرماد في العيون امام يعني شعبهم وامام الشارع الفرنسي، ويعني ايضا ما نسمعه اليوم من الولايات المتحده الامريكيه بانها قلقه مما يحصل من الغوطه، وماذا يفيدنا القلق الذي قام به بان كي مون وقام به ترامب وقبله قام به يعني القلق الذي يعني ايضا كل دول العالم تكون قلقه الان، لكن ما هي الفائده؟ الرئيس الفرنسي قال انه يمكن ان يقوم باستخدام القوة تجاه النظام إذا ما أثبت أن النظام يقصف شعبه بالكيماوي. الموضوع لم يعد بحاجة إلى إثبات، كل يعني الهيئات الأممية أثبتت أن الأسد قصف شعبه لأكثر من 137 مرة بالكيماوي، فلم يتحرك المجتمع الدولي سوى أنهم تحركوا لمرة واحدة وأخذوا أداة الجريمة، ولم يعني حتى أنهم لم يأخذوها بشكل كامل، يعني بقي هناك مصانع للكيماوي، بقي هناك يعني تزويد للنظام من قبل كوريا الشمالية ومن قبل روسيا بالكيماوي، ولا يزال النظام يقوم بقصف شعبه بالكيماوي وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، العنقودي، الفوسفور، النابالم الموظف، هذا كله يعني يستخدم هذا التصعيد. أستاذ أديب، في ظل هذا التصعيد العسكري يعول الكثير على الجلسة التي ستنعقد غدا في مجلس الأمن، إلى أي مدى ستخفف هذه نتائج هذه الجلسة من الوضع الإنساني الذي وصفته الكثير من المنظمات بأنه خارج عن السيطرة وحذرت من سلامة وأمن المدنيين هناك؟ يا سيدتي الموضوع ثقي تماما لن يفيد ولن يقدم ولن يؤخر حتى في جلسه مجلس الامن في غدا. يعني منذ قليل صرحت روسيا بانه فشلت كل امكانيات التفاوض، فشلت كل امكانيات الوصول الى حل سياسي او الوصول الى حل يعني ينهي هذه المأساة التي تحصل في الغوطه. وبالتالي انا اقول ان روسيا التي عطلت كل يعني كل قرارات الامم المتحده، عطلت كل انظمتها، يعني لا يمكن ان تجابه روسيا الان الا بالقوه. وروسيا التي يجب ان تجابه بالقوه للاسف الشديد هي تنتقم نتيجه الضغط الذي تمارسه الولايات المتحده الامريكيه عليها في سوريا، والتي عرتها تماما في سوريا، والتي افشلتها سياسيا وعسكريا في سوريا،
يعني تحاول ان تنتقم روسيا من الشعب السوري، تحاول ان تنتقم من اطفال الغوطه. روسيا اليوم عاريه اصلا اذا اردت الواقع في سوريا من خلال الضغط، واعتقد ان هذا الضغط الذي مارسته الولايات المتحده الامريكيه بعد ان غمستها في المستنقع السوري، هي تحاول الهروب للامام بقتل الشعب السوري وبقتل اطفال سوريا، وهي تنتقم بقتل اطفالنا وشيوخنا من الولايات المتحده الامريكيه للاسف الشديد. ولذلك انا لا اعول على جلسه مجلس الامن غدا. يعني ما هو السيناريو الذي تتوقعونه في الغوطة؟ كيف ستنتهي؟ هل ستنتهي باتفاقية مشابهة لحلب مثلا أو إدلب؟ أنا لا أعتقد أنها ستنتهي بنفس ما انتهت إليه حلب. حلب كانت يعني مفتوحة جدا ومورست فيها صحيح هذه الضغوط، لكن حلب للأسف لم تكن محصنة التحصين الذي تتحصنه الغوطة الآن. هي حرب إبادة الآن في الغوطة، ولكن أعتقد أنها ستأخذ مدة طويلة، واعتقد ان النظام لا يمكن ان يتقدم بريا باتجاه المناطق. لذلك هم الروس والنظام يحاولون قتل الحاضنه الشعبيه، يقصفون المشافي، يقصفون الافران والاسواق الشعبيه والتجمعات السكنيه، وبالتالي هذا يؤدي الى ضغط على الفصائل الثوريه والعسكريه المتواجده في الغوطه. واعتقد انهم اذا تقدموا بريا سيفشلون فشلا ذريعا. واعتقد ان هناك محاوله في الليله الماضيه من القوات المتواجدة الفرقة الرابعة بالتقدم، ووقعوا في كمين الجيش الإسلامي. لذلك أنا أقول الموضوع عبارة عن قتل جماعي من الجو، لكن بريا أعتقد أنهم سيفشلوا. أشكرك جزيل الشكر أديب العليوي المحلل العسكري والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة ريحانية تركيا.